هو انت قلت لي انت اصلا انا مش ناسي، انت قلت لي هجيب لك عبد الله فراح قال لك عبد الله وفتحي، ولا انت اللي قلت له عبد الله وفتحي؟ انا اللي قلت له عبد الله وفتحي. قلت له عبد الله وفتحي. طب انت اخدت عبد الله، طب وفتحي؟ الراجل راح بيراميدز بقى سيبه في حاله، يعني ما عايزين يعني لا اصل خد بالك ده فتحي صديقي واخويا وحبيبي يعني. والله طب خلاص. لا هو ايه اللي طب خلاص؟ هقول قول. انت مش عايز بقى؟ عايز اعرف معلومه للناس. انا معلومه للناس. طيب ايه اللي حصل؟ معلومه للناس. انا رحت للكابتن احمد فتحي البيت، انا وميدو حزين، وقلنا له الوضع 1 2 3. قال لي عبد الله مضى. قلت له مالكش دعوه بعبد الله، كابتن احمد فتحي قامه كبيره جدا، ماشي انت صاحبك وامكانياته يا سيدي. لا أي لا نادي. الشغل هنا ما فيهوش ده الشغل. انا باخد معلومه المشاهد، احنا خدامين المشاهد. انا عايز اطلع منك بالمعلومه. طبعا رحت له البيت، سياده المستشار كلمه تمام، واتفقنا، وكابتن اسماعيل يوسف كلمه، امير مرتضى كلمه يا جدع. والله يا جدع. واتفقنا على كل حال. اللي فرق بيني وبين بين نادي الزمالك احمد فتحي ساعتين. ليه؟ كان بيصور اعلان قبل كاس عالم في التحرير، ماشي، وكنت انا مستنينه بالعقود. كابتن احمد فتحي انا ما كنتش وكيله، بعت وكيله كان الكابتن ممدوح عيد. ايوه. قعد مع احمد مرتضى، قال له فعلا اللي بيقوله سيد مرعي انه واخد تفويض انه يخلص احمد فتحي بالرقم ده؟ قال له كنتوا عارضين عليه كام؟ ناقص حته يعني 30 30 15 في الموسم. ما كملش ليه بقى؟ ساعتين. جه الشيخ ترك، راجل يعني جميل ومحترم يعني. جه الشيخ ترك بناء على اتصالات يعني ناس من النادي الاهلي وكده، في ساعتين كان في الفور سيزون الساعه 4 فتحي بيخلص في النادي الاهلي. وخلص في النادي الاهلي. خلص. وقصدي الستاره معه، لكن فتحي ما مضاش. لا ما مضاش. ما مضاش. لا هو انا مش ما مضاش. ما مضاش. وباظ موضوع عبد الله. باظ موضوع عبد الله لان سياده المستشار كان لازم يوثق العقد في شهر. هو ما رضاش ليه؟ عادي عبد الله خاف على عبد الله عشان نقل المدارس بتاعت ولاده، وبدا في تهديدات من الالترس وحاجات كده. كده. خلي بال حضرتك. خلي بال حضرتك انا يعني حتى في من ضمن الحاجات اللي انا مستغربها، او ان على فكره استاذ امير مرتضى قال لي لو عايز وش كده، لو عايز تعمل صفقات في النادي الاهلي. وعلى فكره اقول لحضرتك حاجه، ياسر ابراهيم انا الايجنت بتاعه. عشان انا الايجنت بتاعه، وده اللي زعلني يعني، وده اللي قول الايجنت بتاعه. لو انت هتجيب لنا الدوري ومعاك سيد مرعي وميدو حزين، ما مش هتيجي. ده في ده فين؟ في الاهلي؟ ده في الاهلي. في الاهلي.